جنبني وإياكم الحرام. جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه في سفر ومر على قرية ودخل يصلي، فدخل يصلي ومعه ناقته بلجامها، فقال لواحد عند الباب رجل قال له أتمسك الناقة لي؟ قال أمسكها. قال وصلي واطلع. صلى وطلع وهو خارج أخرج من جيبه درهمين بيعطيها الرجل جزاء أنه مسك اللجام الناقة. طيب فخرج فنظر الرجل مو موجود واللجام مو موجود والناقة موجودة، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. أمسك بعيره وراح أو ناقته وراح للسوق بيشتري لجام، سأل وين يبيعون؟ هنا. دخل فبيشتري لجام لقى لجام الناقة حقته عنده، قال لها من أين لك هذا اللجام؟ من وين جبته؟ قال باعنيه رجل الساعة تو الحين أنت يوم جيته تو رايح. قال بكم؟ قال بدرهمين. قال كنت سأعطيه يا حلال فأبى إلا أن يأخذها حرام ويلقى الله ويسأله عنها. الدرهمين مكتوبة له جدك. يا جماعة لازم نفهم قضية أن رزقنا مو بهنا، رزقك الحين شفت الآن وظيفتك قبولك ما وقع هنا، هذه كلها تنفيذ أوامر في الأرض، الأمر فوق، الأمر فوق. أخذت وظيفة أقسم بالله ما وقعها يد اللي وقعها إلا يوم أمر ربي من فوق السماء جل جلاله أن توقع. إيش الدليل؟ وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء. لازم تمد السماء فوق. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق. والله إنه حق. الله يقسم بنفسه بذاته جل جلاله إن رزقك مو عندهم، فلا تدل نفسك عند أبوابهم، دل نفسك عند بابه جل جلاله. ابذل السبب وما كتب الله لك الذل إلا له، فلا تأبى وتذل نفسك للناس. ما عندهم شيء. إذا الله كاتب إن ما بيوقعها ما دموعك ما بتخليه يوقعها، واسطاتك ما بتخليه يوقعها. والله هو سبحانه. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما إيش؟ مثل ما أنكم تأكلون. طيب أحيانا ما يكون عندي أكل. لا أعطاك شيء دائما معك. قال مثل ما أنكم تنطقون. أماك تنطق تقول تكفون ساعدوني وتجيب واسطات، ما في مشكلة إذا كانت أسباب مشروعة، لكن أنت تشك أنك تنطق. أنا ما أشك. إذن لابد ما تشك أنه الرزق فوق مو في الأرض. عشان كذا حبيبي متى ندل؟ إذا قل إيماننا. متى نهتز؟ إذا قل إيماننا. متى نضيع؟ إذا قل إيماننا. عشان كذا الله سبحانه وتعالى قال جعل لكم الأرض دلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقها. لا، هي ما ترزق أحد ولا اللي عليها يرزقون، اللي يرزق هو الذي خلقها جل جلاله. واضح؟ قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه سبحانه مو رزقها،
ولا رزق اللي عليها، فالرزق عند ربي جل جلاله. كيف أعرف أني عندي إيمان زين ولا إيماني تعبان ولا إيماني ضعيف؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام روحي له الفدا: من سرته حسنته. خلنا نقف تكفون مع الحديث ثواني. من سرته حسنته وساءته سيئته فذاك هو المؤمن. لو جيت قلت لك دخلت محل وطلعت قالوا لك دقيقة اسمك فلان، ترى أنت فزت في السحب معنا على السيارة اللي برا، كيف الفرح؟ إذا صليت ركعتين تحس بفرح زي كذا؟ إذا وأنت سيارتك قلت سبحان الله وبحمده، هذه حسنة تفرح ولا سبحان الله؟ قلنا كثير 33 قلنا ما فرحنا ولا واحد، استغفرنا كثير ما فرحنا ولا واحد. إذن في مشكلة